وقعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للطرق والجسور على عقد المرحلة الأولى لطريق التحدي المزدوج، المسار الثاني بطول 50 كيلومتر الجيلي شندي عطبرة مع شركة مام للتنمية والاستثمار القابضة بتكلفة تفوق 635 مليون جنيه، بجانب عقد تنفيذ كوبري بربر الذي يربط المناطق الصناعية على الضفة الغربية مع شبكة الطرق القومية بتكلفة تقارب 2 مليار جنيه، بحضور والي ولاية نهر النيل اللواء حقوق حاتم الوسيلة والبروفيسور أحمد المجذوب نائب الدائرة بالمجلس الوطني. كما وقعت الوزارة أيضا عقد طريق الجنينة أدري التشادية بولاية غرب دارفور الذي تنفذه شركة جيو الصينية، بحضور وزير النقل والطرق والجسور المهندس مكاوي محمد عوض ووالي ولاية غرب دارفور فضل المولى الهجا. في ذات السياق، قال وزير النقل والطرق والجسور المهندس مكاوي محمد عوض إن رئيس الجمهورية كان قد وجه الوزارة بالعمل على توسيع طريق التحدي وتكملة العمل في طريق الإنقاذ الغربي، بجانب إعادة الطيران السوداني لسيرته الأولى والاهتمام بميناء بورت سودان والسكة حديد. شركة جيو الصينية طبعا شغالة في المنطقة هناك، الحمد لله خلصت الثلاثة كباري، وهي أيضا هي اللي عملت الطريق ما بين زالينجي والجنينة، عشان كده إن شاء الله نتمنى إنه الخط يطلع بسرعة جدا. التكلفة بتاعته 131 مليون أو 131 مليار و989، يعني قريب 132 مليار، وإن شاء الله يتعمل في خلال 12 شهر أو قبل 12 شهر بيتعمل. نحن أيضا شغالين داخل السودان عشان نسهل الحركة بتاع أخواننا من تشاد عشان يستغلوا ميناء بور سودان. كان الوزير النقل التشادي أيضا البنى التحتية كان جاي هنا قبل شهرين، وديناه تقريبا 150 ألف متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وعملنا له احتياطي بتاع 350 ألف متر مربع أيضا على ساحل البحر الأحمر عشان يعملوا مخازن ومستودعات، ويعملوا أيضا بنية التحتية بحيث أنه يستفيدوا من ميناء بور سودان. وتعمل الدولة على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية وعدد من الطرق الداخلية التي تربط بين أجزاء البلاد المختلفة، تعزيزا لمشروعات النهضة الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتنفيذها بالولايات. عدد من الطرق الجديدة تدخل شبكة الطرق بالسودان من خلال توقيع وزارة النقل والطرق والجسور عقودات تنفيذ طريق الجنينة أدري التشادية بولاية غرب دارفور، والمرحلة الأولى للطريق المزدوج الجيلي شندي عبرة وكبري بربر بولاية نهر النيل. حظيت ولاية نهر النيل في وزارة النقل والطرق والجسور بعديد من مشروعات الطرق إن شاء الله ضبط الكفالة. من ضمن هذه الخدمات الطرق على سبيل المثال وليس الحصر، عندنا الطريق الحقن المتمم والطيور بطول 180 كيلومتر. عقد تنفيذ طريق ازدواج التحدي جيلي شندي عطبرة بين الهيئة القومية للطرق والجسور وشركة مام للتنمية، وهي إحدى مجموعة شركات مام القابضة. وهذا الطريق يعني يعتبر طريق استراتيجي. ويعد توسيع طريق التحدي أحد خطط الدولة في تأهيل الطرق القومية، خاصة وأن طريق التحدي يربط الشبكة القومية للطرق بميناء بورت سودان، فضلا عن إسهام الطريق في تنشيط حركة الاستثمار والتنمية بولاية نهر النيل. هذا يوم تاريخ بالنسبة لنا أنه ننجز فيه الكوبري بربر والمسار الثاني لشارع التحدي الذي أصبح كان تحدي للحكومة وللولاية ولكل المواطنين. الولاية حقيقة هي ولاية منتجة، والآن تساهم بأكثر من 60% من إنتاج الداف في السودان، وتساهم ب 98% من إنتاج الأسمنت في السودان. ويربط طريق الجنينة أدري التشادية السودان بدول غرب أفريقيا، ويسهم في تعزيز التجارة الحدودية بين السودان وتشاد، كما يسهم في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، ويدعم عملية التنمية الاقتصادية في ولاية غرب دارفور. هذا الطريق بالنسبة لولاية غرب دارفور هو طريق حيوي جدا، وهو الطريق الذي يربط غرب دارفور بجارة تشاد، وهو طريق اقتصادي، وهو طريق
قاري، وهو طريق تجاري أيضا، وهو طريق يربط المنطقة الغربية، منطقة التجارة الحرة المزمع إنشاؤها اليوم الآن، والذي نحن الآن بننشئ في المنطقة الحرة في غرب الجنينة، يربطها بالجارة جاد ويربطها بالسوق الغربي إفريقي. ويأتي توقيع هذان المشروعان ضمن جهود وزارة العمل على توسيع طريق التحدي وتكملة العمل في طريق الإنغاذ الغربي، بجانب إعادة الطيران السوداني لسيرته الأولى والاهتمام بميناء بورت سودان والسكة حديد وفقا لموجهات رئيس الجمهورية. وتمثل الطرق أحد شواغل الدولة التي تعول عليها في تحقيق النهضة التنموية بالبلاد، وتبذل في ذلك جهودا مقدرة إلى نضحف الإمكانيات دائما ما يحول دون تحقيق طموحات الهيئة القومية للطرق والجسور التي ضمنتها في خطتها الاستراتيجية. غني عن القول أن البنى التحتية تشكل أساسا للنهضة والتنمية، كما أن اكتمال منظومة البنى التحتية يمثل عنوانا للتطور والازدهار. الطرق تعد أهم مرتكزات وعناصر البنى التحتية، حيث لا يمكن أن تكتمل بدونها عملية التنمية في كافة مناحيها. السودان بدأ مبكرا في إنشاء شبكة من الطرق القومية لربط أطراف البلاد ببعضها، وإن كانت قد تباطأت في فترة من الفترات، إلا أنها بدأت في العقدين الآخرين في استكمال الشبكة وربطها بطرق قارية لربط السودان ببعض دول الجوار إسهاما في التنمية والنهضة. خلال هذه الفترة استطاعت الهيئة القومية للطرق والجسور أكثر من 7,000 كيلومتر من الطرق المعبدة في السودان، فضلا عن إنجاز العديد من الطرق والجسور في مجالات التشييد والتأهيل والدراسات والتصحيح لطرق وجسور في البلاد. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من الدولة لتعبيد الطرق، إلا أنه ما زالت هناك مناطق واسعة من السودان بعيدة عن شبكة الطرق بسبب اتساع مساحة ورقعة السودان وارتفاع تكاليف بناء الطرق في ظل تعثر عمليات التمويل، والتي كثيرا ما تسببت في تعطيل مشروعات الطرق، ما يحتم على الدولة البحث عن طرق بديلة لاستكمال وصيانة وتأهيل الطرق في السودان لضمان دوران عجلة التنمية المنشودة. ولمزيد من التفاصيل أرحب بضيفي من الخرطوم بالمهندس طارق محمد خير عثمان، مدير قطاع الخرطوم بالهيئة القومية للطرق والجسور. مرحبا بك باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب باشمهندس، في البدء وبعد التوقيع على عقود هذه الطرق، متى يبدأ التنفيذ ومتى ينتهي؟ الحقيقة بالنسبة للمشروعات التي تم التوقيع عليها بالأمس، كوبري بربر هي عبارة عن دراسات تفصيلية للكوبري حسب البرنامج اللي هي 8 أشهر. بالنسبة لما يلي توسعة طريق التحدي 50 كيلومتر، المدة الزمنية 24 شهر من تاريخ التوقيع، وبالنسبة لل 21 كيلو لطريق زالنجيج جنينة اللي هو يربط طريق يربط أجارة تشاد، ده الفترة بتاعته 12 شهر بإذن الله تعالى. طيب باشمهندس، من هم شركاؤكم وما هي صيغة الاتفاق التي تتم بينكم أيضا؟ والله شركاؤنا في مجال الطرق هم الشركات الوطنية والشركات الأجنبية المنفذة لهذه الطرق، ومن قبلهم وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي تسعى دوما لتوفير التمويل. وفي الفترة الأخيرة هنالك انفراج كبير في مجال التمويل، وشركانا أيضا هم مجموعة البنوك التي تمول الطرق بعد أن أخذت الضمانات الأكيدة من وزارة المالية، وشركائنا فيما بعد ذلك هم شرطة المرور والسريع وكل يعني الولايات التي تمر عبرها هذه الطرق في مجال تسهيل يعني وتحديد المسارات التي تنفذ فيها الطرق، وشركائنا أيضا أخواننا ومواطني هذه الدولة الفتية الذين يسمحون ويستقطعون أجزاء عزيزة من أراضيهم لسير هذه الطرق عبر مساراتها، ويبذلون
الغالي والنفيس في سبيل إنها تنفذ، وهي تنمية مرضي عنها من كل الأطراف، لا تعرف جنس، لا تعرف قبيلة، لا تعرف اتجاه، لا تعرف جهة ولا وجهة. نعم، ونشكرهم. نعم باشمهندس طارق، كما جاء في التقرير أن البنى التحتية تشكل أهم ملامح الدول المتقدمة، هل هناك مشروعات مصاحبة لهذه الطرق؟ في مجال الطرق طبعا نحن يعني الطرق نفسها هي إذا رأينا السودان موقع الاستراتيجي الهام، هنالك الطريق الأفريقي العظيم اللي هو طوله 10,000 كيلومتر، 10,280 كيلو من القاهرة حتى كيب تاون. نحن نصيبنا اللي بيمر عندنا في أراضينا قرابة 2,000 كيلو، ودي نسبة ما يعادل 10% من هذا الطريق، وهي الآن بالكامل منفذة، سواء كان عبر مزاراته حتى أجار أثيوبيا، ووصلنا بالطرق طبعا من إلى جمهورية مصر بثلاثة طرق، طريق دونغولا أرجين، نعم، وطريق دونغولا حلفل. نعم مهندس، نلتقيك بعد الفاصل، نتوقف الآن لرفع النداء لصلاة المغرب، ومن ثم نعود لتكملة هذا الملف. أهلا بكم من جديد في الحدث الاقتصادي، وأرحب بضيفي مرة ثانية الباشمهندس طارق محمد خير عثمان، مدير قطاع الخرطوم بالهيئة القومية للطرق والجسور، والحديث عن الطرق والجسور. الآن دكتور باشمهندس، ما هي خطة الهيئة الموضوعة للتوسع في مد الطرق؟ خطة الطرق الهيئة القومية للطرق والجسور هي جزء من خطة وزارة النقل والطرق والجسور راعي هذه التنمية، والخطة في أول حاجة تعتمد على مزيد من الطرق الجديدة، ويعني هذه الطرق في كذا محور، فيها طرق ذات مسارين، يعني الطرق القائمة هنالك توسعة، والتوسعة دي بدت يعني منذ سنين في طريق بور السودان سواقن، والآن التوسعة جارية في طريق مدني، وبالأمس تم التوقيع على 50 كيلومتر أخرى في طريق التحدي اللي هو هذا المنفذ الرئيسي يعني والمهم والمختصر إلى ميناء بور السودان، وبالكامل هو موضوع تحت يعني خطة توسع حتى عطبرة، ومن عطبرة حتى هيا، ومن هيا حتى تكتمل وتتلاقى مع توسعة سواكن بور السودان. طيب باشمهندس، هناك بعض الطرق لم يكتمل فيها العمل وتوقفت، ما هي الأسباب؟ مثل ماذا يعني من الطرق التي توقف فيها العمل؟ هنالك بعض الطرق دي توقف فيها العمل نتيجة لظروف خاصة بالمناطق ونتيجة لظروف التمويل، يعني اللي هو مثل طريق مروابة وجبيها. وأما غني عن كل الطرق يعني جاري العمل فيها ولم تتوقف إلا هذا الطريق الذي يعني الناس تعلم أنه توقف بسبب بعض الإشكالات التي طرأت في المنطقة، وهو ذاته الآن يعني متاح، لكن القرض والشركة لم جاري التفاوض معها الآن، ولسه ما انحسم أمر استمراريتها أو إيقافها. طيب باشمهندس، هل هناك إجراءات جزائية ضد هذه الشركات؟ بالطبع هنالك جزاءات موجودة في كل العقودات وفي أزمنة وموضوعة ومبالغ وجزاءات يعني قاسية جدا، ويعني في حال عدم تنفيذ الطرق في مواقيتها وتطبق هذه الجزاءات. نعم، البعض يشكو من مشاكل في هذه الطرق، ما مرد هذا السوء في هذه الطرق؟ هل هو تمويل؟ هل هو ضعف في الشركات نفسها؟ أم ما هو السبب؟ يعني بالنسبة لنا نحن في مجال الطرق والجسور بالذات في الطرق القومية،
العالم أن هنالك طريق فيه هذه المشاكل. الطرق دي عندها عمر افتراضي معين، الطرق دي العمر الافتراضي ما لا يقاس بالسنين، يقاس بعدد المحاور التي تمر فيها، وهي محملة بحمولات محددة. هنالك بعض الشاحنات التي تجاوزت الحمولات، وفي هذا الإطار أصدرت وزارة النقل والطرق والجسور بمثلة السيد وزير النقل والطرق والجسور القرار يعني الوزاري الذي أوقف ونظم هذه العملية، وإن شاء الله الناس تشهد مزيد من استقرار ومزيد من عدم يعني الإشكالات اللي بتطرأ على هذه الطرق نتيجة للحمولات المحورية العالية. وده من في إطار العمل المشترك بين منظمات الإقليمية ممثلة في الكوميسا والمنظمات الدولية لتسهيل التجارة الدولية، نظمت قانون حمولات المحورية والآن هو مطبق في السودان وجاري تنفيذ العديد من الموازين، وهنالك موازين سابقة موجودة جاري تأهيلها، وإن شاء الله يعني فيما يلي الطرق القومية إن شاء الله طرق آمنة سليمة. نعم استراتيجية باشمهندس طارق، هذه الطرق القومية هناك بعض الطرق منها قد تعرضت لأضرار لسوء يعني أضرار سوء بسبب الأمطار وسوء الاستخدام، ما هي خطط الهيئة لصيانة هذه الطرق وأين وصلت جهودكم في إعادة تأهيل الطرق القومية؟ فيما يلي كما ذكرت فيما يلي الخريف أعمال الخريف الطواري، ونحن هي تسمى أعمال خريف لكن وطواري خريف، لكن الطرق في السودان هنالك العديد من المشاكل التي يعني تعترضها وجاري العمل في تزليلها، يعني نحن في بعض المناطق في الشمال الطواري عبارة عن زحف صحراوي على الطرق، في الشرق في مناطق العقبة هنالك انهيارات حجرية نتيجة للأمطار نتيجة للظروف الطبيعية نتيجة للتمدد والانكماش اللي يطرأ على الجبال، بالتالي شنو بعض من تحصل انهيارات. فدي عندنا طبعا الهيئة القومية للطرق والجسور لديها العديد من القطاعات الخارجية وعددها 8 ومنتشرة في السودان في دارفور قطاع دارفور وكردفان في لغيد وقطاع الخرطوم وقطاع الأوسط سنار قطاع الشرقي في القربة القطاع البحر الأحمر في بورسودان وقطاع نهر النيل في عطبرة وقطاع الشمالية في دونقولة. هذه القطاعات مهمتها القيام بأعمال يعني تهيئة الطرق ويعني صيانتها. يعني انعقدت وتكونت لجنة طوارئ وهي كالعادة شيء روتيني بتقوم به الهيئة القومية للطرق والجسور كل يعني شهر يونيو من كل عام، واللجنة دي المنوط بها متابعة كل الإشكالات والرصد للأمطار والسيول ومعالجتها معالجة فورية ويعني تسهيل الحركة وعدم انقطاعها. طيب باشمهندس طارق، هناك صيغ تعاقدية لبناء وصيانة الطرق كنظام البوت، هل لديكم مشروعات وفقا لهذه الصيغة أو صيغ مماثلة لها؟ وطبعا الآن النظام التمويل الموجود هنالك تمويل من وزارة المالية وهنالك تمويل من البنوك، طبعا هي وزارة المالية فيه لكن هي بتكون الضامن وبنك السودان الضمانات تتوفر منه وعداك البنوك بتمول، وده حسي في أغلب المشروعات الحالية. هنالك بعض المشروعات التي نفذت بالبوت في إطار ضيق وكدونغ لارجين. أما بالنسبة للصيغ دي يعني هو يعني هنالك العديد من الصيغ التمويلية، طبعا نظام البوت هو نظام بتاع بنيان تملك و يعني تحويله للمالك مرة أخرى بعد التملك ذاته، تملك وتشغيل اللي هي بيلت أوبريت أند ترانسفير. طيب باشمهندس طارق، لنختم هذا الملف، كثر الحديث عن مشاكل في طريق الخرطوم مدني وطريق أيضا التحدي الخرطوم عطبرة،
والآن الطرق في الخرطوم لا ترتقي لمستوى العاصمة، أين هي المشكلة؟ والله أنا أتحدث لك في مجال طريق مدينة الخرطوم، طريق التحدي باعتبار طرق غومية، وهذه الطرق الولاية داخل ولاية الخرطوم إن شاء الله أرجو أنكم تفردوا لها مع أخواننا في هيئة الطرق والجسور إطار ثاني. لكن نحن بالنسبة لنا في مايلينا الطرق، طبعا أنا غايته بتخيل أنه طريق مدني، أنا مشرف إشراف مباشر على طريق مدني الخرطوم، وأنا موجود هنا ما بالنسبة لي أنا ما في حفرة ولا حفرة الآن موجودة في الطريق ده، لأنه اليوم وأمس كان في عمل جارية في صيانة متواصلة وصيانة روتينية واقفين فيه، بس بتحصل يعني العمليات تحت الحفر ذاتها نتيجة لأشياء أنه يعني ممكن تصهر في أي وقت تصهر حفرة نتيجة لاصطدام، نتيجة لحتة كانت أصلا فيها يعني نتيجة للأمطار اللي بتهطل لي برضو بتعمل بعض الإشكالات، ونحن متابعين بإذن الله تعالى ونطمنهم أنه نحن الآن بالنسبة لنا طريق مدني غريب مدني شرك ما فيها ولا حفرة الآن ما في، اليوم كان في تنفيذ للعمل. طيب باش مهندس، وأنت قادم إلينا إلى القناة لهذا الحوار، كم من الحفر واجهتك في العاصمة في الطريق ومن المسؤول عن ذلك؟ والله هو هي عبارة عن طبعا هيئة الطرق والجسور هي المسؤولة من الطرق هنا، وطبعا جرت العادة نحن يعني كان الطرق والجسور قومية لما نكون سائرين على طرقنا بنحفر نعيد ونتابع ونرصد حفرنا، لكن لا نرصد حفر الغير. نعم، أشكرك الباشمهندس طارق محمد خير عثمان مدير قطاع الخرطوم بالهيئة القومية للطرق والجسور، شكرا جزيلا لك. شكرا. ننتقل عقب الفاصل إلى طائفة من أخبار الولايات الاقتصادية، فابقوا معنا.